من جديد أعزائنا المشاهدين، دائما بهذه الصباحات الطيبة ومن خلال هذا الفاصل الجميل المختار من خلال المخرج الأستاذ حسين التيم مخرج حلقتنا لليوم، نقول للأهل للأحبة للعزوة للربع لحماة الوطن جيش أبو حسين قواتنا المسلحة الباسلة ضباط صف أفراد، أسعد الله صباحكم دائما درع واسياج الوطن المنيع. ومع أمطار الخير والمحبة لازم نصبح على زميلنا أحمد أبو حماد واجد في دائرة الأرصاد الجوية. نحن عودناكم أنه بكل بداية حلقة بيكون معنا اتصال من دائرة الأرصاد الجوية، لكن هالمرة فريقنا الميداني حب يكون متواجد من داخل دائرة الأرصاد الجوية عشان نتعرف على هالأحوال الجوية الغريبة نوعا ما علينا، أنه بمنتصف نيسان أو بآخر نيسان عم بتكون الأجواء باردة لهاي الدرجة، حتى أبرد من أوروبا ومن موسكو ومن لندن. فخلينا نصبح عليك يا أحمد وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير شاهد، صباح الخير مجحم، صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح الورد والفل والعنبر. أنا شايف والله الأجواء جميلة، ويعني مع رفقة زملائنا معاذ الجحافشة واليوم مبسطين يعني، والأجواء باردة يعني بتتعرض مملكتنا الأردنية الحبيبة لكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي، يعني كل أجواء باردة غائمة ماطرة في بعض أنحاء المملكة. راح نتعرف على تطورات المنخفض الجوي، ولكن ما بعتقد أنها راح توصل لدول أوروبا يعني، ولكن المنخفض ان شاء الله ما راح يكون غريب. احنا حبينا اليوم نكون معكم على الهواء مباشره من دائره الارصاد الجويه وبالتحديد من المركز الوطني للتنبؤات الجويه لحتى نتعرف اكثر على الحاله الجويه اللي تتعرض لها مملكتنا الحبيبه. وبصراحه مشاهدينا يعني صار في تداول كثير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن الحاله الجويه اللي بنمر فيها الان، انا شايفها عاديه جدا. وحتى نتعرف اكثر على الحاله الجويه ونعيشها اكثر راح نكون معكم بالصوت والصوره من دائره الارصاد الجويه. راح يكون معنا رئيس قسم التنبؤات الجويه استاذ ابراهيم سعيدات. تفضل استاذ ابراهيم، الله يصبحك بالخير. صباح الخيرات احمد، الله يعطيك الف عافيه واهلا وسهلا فيكم في دائره الارصاد الجويه الاردنيه. نعم، اجواء يعني احنا زي ما نقول المثل دائما لاحقين الشتاء بفروه. واحنا يعني قربنا على شهر 5 ولسه في امطار ولسه في برد ولسه في شتاء. حابين نتعرف اكثر على الحاله الجويه وايضا على اخر تطورات الحاله الجويه وكمان الايام القادمه كيف راح يكون الجو. بمشيئه الله صباح الخير للجميع. يعني مثل ما بنلاحظ على الخارطه الجوية أن هناك منخفض جوي يتمركز فوق سوريا يؤثر على المملكة، برافق هذا المنخفض الجوي كتلة هوائية باردة جدا في طبقات الجو العليا بتهب على المملكة برفقة هذا المنخفض الجوي، رياح شمالية غربية مثل ما بنلاحظ راح تكون مع الساعات القادمة فيها نشاط بتوصل سرعتها ما بين 50 و70 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق مع هبات قوية أحيانا. نتوقع إن شاء الله تعالى مع هذا الهواء البارد جدا اللي برافق هذا المنخفض الجوي أن يكون في عندنا انخفاض واضح اليوم وملموس على درجات الحرارة مقارنة مع الأيام الماضية. متوقع توصل العظمى اليوم في عمان لحوالي 12 درجة مئوية، وهي بذلك أقل من معدلها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الجبلية العالية بتكون حوالي 7 إلى 8 درجات مئوية، وهي بذلك حقيقة أجواء يعني شتوية بامتياز. طبعا متوقع إن شاء الله تعالى تتزايد كميات الغيوم تدريجية خلال الساعات القادمة، هطولات مطرية بفضل الله راح تكون على العديد من مناطق المملكة خاصة الشمالية والوسطى منها والأجزاء الجنوبية الغربية. ممكن تكون هذه الهطولات المطرية فيها غزارة خاصة في شمال وسط المملكة، وبالتالي تعمل على تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى مثل ما ذكرنا. وبالتالي هو تحذير حقيقة من الآن بأن نكون حريصين اليوم بالابتعاد عن المناطق المنخفضة في شمال وسط المملكة بالذات، ولا نستثني طبعا باقي المناطق، ولكن الغزارة متوقعة حقيقة حسب المعطيات بين أيدينا إنه الغزارة راح تكون في شمال وسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية. طبعا تأثير منخفض الجو بلش على المملكة منذ ساعات الفجر، كان هناك هطولات مطرية في بعض المناطق كانت بحوالي 2 ملم بشكل متفرق، لكن خلال الساعات القادمة بإذن الله أن يكون هناك انتظام في الهطولات المطرية ابتداء من المناطق الشمالية فالوسطى ومن ثم المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء متفرقة من المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الشرقية. لكن المناطق الجنوبية الشرقية بنتوقع عليها هبوب رياح يكون فيها نشاط واضح وبالتالي إثارة الغبار في تلك المناطق، وبالتالي أيضا تحذير آخر بأن الإخوان السائقين المتجهين إلى الحدود السعودية أو باتجاه العقبة جنوبا وأيضا الحدود العراقية شرقا يكونوا حريصين اليوم أثناء مسيرهم على هذه الطرقات لأنه سيكون هناك تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية هناك بسبب إثارة الأتربة والغبار، وقد يكون هناك انعدام في بعض المناطق، فتستدعي منا نكون حريصين
أثناء مسيرنا على الطرق الخارجية، بالإضافة للطرق الداخلية في شمال وسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية. بدنا نكون حريصين أثناء القيادة لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تواجد الغيوم المنخفضة وأيضا الضباب في تلك المناطق على المرتفعات الجبلية العالية. نعم أستاذ إبراهيم، يعني أنا شايف على الشاشة كمان حاطين سرعة الرياح، تحكينا عن سرعة الرياح أثناء المنخفض. نعم، يعني هو الآن ذروة المنخفض راح تكون من الآن وحتى الساعات العصر، وبالتالي راح يكون في مع تقدم الهواء الكتلة الباردة في طبقات الجو العليا أنه سيكون هناك هبوب لرياح نشطة بتثير الغبار في العديد من المناطق، لكن المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية بسبب أنه ما فيها هطولات مطرية أو هطولات ضئيلة راح يكون فيها فرصة كبيرة أنه إثارة الغبار في تلك المناطق، وتعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية. الجدير بالذكر أنه مع ساعات المساء والليل بإذن الله بتخف حدة تأثير المنخفض الجوي علينا والكتلة الهوائية الباردة والرطب المرافقة له، وبالتالي المساء والليل تدني في فرصة هطول الأمطار حتى تصل إلى انعدام شبه الكلي خلال ساعات الليل بإذن الله. أستاذ إبراهيم، نحكي عن نسبة هطول المطرية خلال هذا المنخفض، راح يكون في نسبة عالية يعني؟ نعم. قليلة. أنا شفت يعني منذ ساعات الصباح الأولى كان في أمطار ولكن خفيفة جدا. نعم، يعني المناطق الشمالية والوسطى متوقعين الآن يكون هناك هطولات مطرية تمتد ما بين 4 و6 ساعات، وبالتالي نتوقع مع هطولات مطرية تكون بكميات جيدة بإذن الله تعالى. بالإضافة مثل ما ذكرنا قد يكون هناك في فترات زمنية قصيرة هناك هطولات مطرية بغزارة، وبالتالي قد تعمل على جريان المياه وتشكيل السيول، وبالتالي هو تحذير حقيقي من الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومناطق الأودية، وبالتالي قد تعمل على رفع منسوب المياه في بعض المناطق المنخفضة. نعم، يعني احنا بآخر الموسم المطري إذا صح التعبير، يعني قاعدين نشهد في منخفض كمان جوي. نحكي أكثر يعني شو بميز هالمنخفض في نهاية حديثنا؟ يعني نعم. أجي آخر الموسم كمان وفي برد في أمطار في غيوم. نعم، يعني أنت ذكرت الآن أستاذ أحمد قبل قليل بأن هذا منخفض يعني تكلموا عنه كثيرا بأنه نادر أو أنه غريب أو شيء. صحيح. يعني هي الفكرة تكمن في أنه خلال أشهر السنة هناك منظومات ضغطية بشكل نوعا ما منتظم تؤثر على المملكة، بحيث أنه في فصل الشتاء نتأثر بمنخفضات جبهوية تأتي من أوروبا تستقر على جزيرة قبرص، ومن ثم تؤثر على المملكة بجبهات هوائية باردة وهطولات مطرية منتظمة. يأتي من بعد فصل الشتاء فصل الربيع، نتأثر بالعادة في فصل الربيع هو الفترة اللي احنا بنمر فيها هاي بالمنخفضات الخماسينية اللي بتنشأ في جنوب جبال أطلس في شمال أفريقيا وتسير على السواحل الشمالية لأفريقيا، ومن ثم تأتي بغبار بالبداية، ومن ثم باستقرارها على جزيرة قبرص تأتي بهطولات مطرية. يأتي فصل الصيف المفروض أنه بيكون طبيعي يكون عندنا منخفض الهندي الموسمي برياح شرقية وحارة كالعادة، ويأتي من بعدها فصل الخريف اللي هو بيسبق فصل الشتاء، بيكون عندنا امتداد منخفض البحر الأحمر وحالات عدم استقرار جو مثل ما حدث عندنا بالفترة الماضية وما عملته من فيضانات وتسببت به. ولكن هذا هنا الفكرة أنه بفصل الربيع المفروض أن هو منخفضات خماسينية فقط تأتي بهواء ساخن تأتي بغبار ويتبعها هطولات مطرية بعد فترة، لكن ما يحدث الآن انخفاض واضح درجات الحرارة، نحكي عن 12 درجة مئوية في عمان، 7 درجات مئوية في المرتفعات العالية، هي أجواء شتوية، فما بنحكي أنه هو غريب أو نادر، ولكن يتردد يعني تكرر في سنوات سابقة حدث في شهر 4 هناك هطولات مطرية وحدث بعض المنخفضات أنه فيها ثلوج يعني في المملكة بشهر 4. وهذا هو الشيء نوعا ما اللي هو بيميز هذا المنخفض، انه في شهر 4 ويأتي منخفض بدرجات حرارة متدنية. صحيح، يعني انا عملت بحث يعني على بعض المنخفضات اللي اجت بالسنوات الماضية، ففعلا كان بشهر 5 على مدى سنين متقطعة طبعا كان تيجي فيها اجواء فيها برودة، اجواء فيها شتاء طبيعي ترد. نعم. طيب نحكي متى راح يخلص المنخفض، نهايته متى؟ اليوم مع ساعات المساء والليل بتخف. بكرة شمس؟ لا، ان شاء الله تعالى غدا هناك ارتفاع 3 درجات مئوية على الحرارة مقارنة مع اليوم، بقاء لبعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بقايا الكتلة الهوائية الرطبة اللي أثرت علينا، لكن بتكون تحركت في اتجاه الشرق، فبيصير ارتفاع درجات الحرارة وبقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في المناطق الشمالية من المملكة. نهاية حديث أستاذ إبراهيم، نصيحة هيك للمواطنين ومشاهدينا وأيضا اللي يعني بتتبعوا بعض المواقع اللي بتنزل يعني أخبار مغلوطة عن الحالة الجوية حتى أيضا يتابعوا دائرة الأرصاد الجوية. يا سيد العزيز، دائرة الأرصاد الجوية الأردنية هي الدائرة الوحيدة في المملكة المسؤولة مسؤولية حقيقية أمام الحكومة والشعب، وأيضا عالميا هي الوحيدة المنضمة لمنظمة الأرصاد العالمية ومعترف فيها عالميا، وبالتالي هدفنا الوحيد هو تقديم الخدمة في مجال الطقس، ولا نبحث عن أي سبق صحفي أو إعلامي، بينما غير من يعمل في هذا المجال هو قد يكون جانب استثماري ويبحث عن سكوب بأن يعني يعطي معلومة فيها سبق صحفي. شكرا لك. العفو يا سيدي، تشرفنا بوجودك معنا. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم على
على الهواء مباشرة من دائرة الأرصاد الجوية وبالتحديد من المركز الوطني للتنبؤات الجوية. بحب أوجه تحية للمهندس حسين المومني المدير العام وأيضا ناطق الإعلامي الأستاذ رائد الخطاب والأستاذ إبراهيم سعيدات رئيس قسم التنبؤات الجوية على هذه المعلومات الصباحية. حبينا نكون معكم بصوت وصورة لحتى ننقل لكم حقيقة الخبر عن الحالة الجوية والمنخفض الجوي اللي بنعيشه في هذه الأيام. إن شاء الله مثل ما حكى الأستاذ إبراهيم إنه مساء راح يخف تأثير المنخفض الجوي، راح يكون في برودة في الأيام القادمة، ولكن إن شاء الله متوقع إنه ترجع الحالة الجوية كما هي ونستقبل فصل الربيع فصل الصيف وإن شاء الله مستقبل رمضان بالقطايف وتكون الأجواء جميلة والحياة سعيدة. وشكرا لكم، صباحكم سعيد. صباحك سعيد أحمد وكل شكر لك ويعطيك ألف ألف عافية، وكل شكر أيضا لدائرة الأرصاد الجوية اللي دائما بتكون واقفة معنا بكل حلقات برنامج يوم جديد وبتقدم لنا تفاصيل لجميع المعلومات المتعلقة بالأحوال الجوية.